هل يجوز لطلبة العلم الشرعي المتمكنين في علم الشريعة عقد المناظرات العلنية مع أهل الأهواء كالعلمانيين وغيرهم ردا على افتراءاتهم ودحضا لشبهاتهم حول الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي عموما؟ تقول هل يجوز؟ أي نعم. أنا أقول يجب على المتمكنين أن يجادلوا هؤلاء بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وإذا تبين الحق ولم يرجع إلى هؤلاء فعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك أو يعزرهم تعزيرا يردعهم عن الدعوة الباطلة، لأنه لا يمكن أن نجعل الناس وشياطينهم أحرارا يقولون ما شاء ما دام لنا قدرة والحمد لله وسيطرة وسلطان. فيجب أن نرجع هؤلاء حتى لا يعيثون في الأرض فسادا. وإذا كانت الحرابة في أخذ الأموال من الناس حكمها معروف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذا كان هذا في أخذ أموال الناس والاعتداء على حياتهم الدنيوية، فكيف بمن يسلب الناس دينهم ويحرمهم الدنيا والآخرة؟ لأن الكافر يا جماعة، الكافر خاسر في الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ في الدنيا كل يوم يمضي لن يعود إليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وما الذي استفاد؟ ما الذي استفاد من هذا اليوم الذي مضى؟ نعم؟ لم يستفد شيئا. حتى وإن بلغ المتعة أعلى المتعة الجسدية فإنه لم يستفد، خلاص راح. واليوم التالي والتالي إلى أن يموت كذلك خسر في الآخرة. خاسر ولا غير خاسر؟ خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الكفر والإلحاد معناه يريدون من الناس أن يخسروا الدنيا والآخرة. أيما أعظم فسادا، هؤلاء أو الذين يأخذون المال أو يقتلون الناس؟ الأول أشد وأعظم. ولذلك نحن نحذر من الاستعمار الفكري والخلقي والمنهجي الذي يبثه أعداء المسلمين اليوم في القنوات الفضائية وفي الانترنت وما أشبه. هم الآن لا يستطيعون أن يغزون بالسلاح. إذا كنا على هذا الوضع والحمد لله، لكن يغزوننا بإيش؟ بالأفكار والأخلاق والشبهات. أما لو كانت دولة ضعيفة غزوها بالسلاح، أليس كذلك؟ وهذا انظروا الحوادث الآن في الشيشان وغيرها. ولهذا يجب علينا أن نفكر في الأمر تفكيرا جديا، على الأقل أن نحصن أنفسنا من هذه الوافدات علينا. اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه إلى الممات، وقوي ولاة أمورنا على أعدائنا وسلطهم عليهم تسليطا يردعهم عن الشر والفساد.